هذا يسأل عن حكم دوس الدقيق وكسر الخبز والتمر، لا يجوز هذا. النعمة تحترم توقر وتؤخذ وترفع، تعطى للبهائم أو لمن يأكلها، أو توضع في مكان بعيد عن دوس الأقدام وعن الامتهان، لأنها نعمة، ودوسها وإهانتها هذا من كفر النعمة. وشكر النعمة بأن تحترم وأن يعتنى بها، إما أن تأكلها أنت، وإما أن تعطيها لغيرك، أو تضعها في مكان يجدها غيرك، أو تجدها البهائم أو الطيور تأكلها بدل ما أنها تداس. نعم.